بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تونس في 28 جوان 2018. بيان أساتذة جامعة الزيتونة بتونس وعلمائها ومشايخها إلى الرأي العام. على إثر تقديم لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها النهائي إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية، وبعد نشره للعموم والاطلاع عليه كاملا، تبين لنا النقاط التالية: أولا، مناقضة التقرير لصريح القرآن المجيد والسنة النبوية الشريفة فيما تقرر قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، وانعقد إجماع الأمة وعملها عليه عبر العصور، مثل تحريم الزنا واللواط الذي هو عمل قوم لوط والسحاق وغيره. ثانيا، مخالفة التقرير لأحكام الأسرة القطعية في الإسلام، مثل أحكام الميراث والنفقة والمهر والعدة والنسب وغيرها. ثالثا، تعمد إلغاء التقرير للمصطلحات المعبرة عن هوية المسلمين وانتمائهم الديني، مثل المسلمون، الشرع، الموانع الشرعية، المحرمات، الفحش، الزوج والزوجة. رابعا، مصادمة التقرير لهوية الشعب التونسية العربية الإسلامية والتعدي على مقدساته الدينية وقيمه الروحية والأخلاقية وأعرافه الاجتماعية السوية. إن هذا التقرير يؤدي إلى مخالفة الفطرة الإنسانية السليمة وهدم الأسرة والإضرار بالمرأة والأبناء بالخصوص وتهديد سلم المجتمع وانسجامه وزعزعة الأمن القومي والسيادة الوطنية، وذلك بتكريس الفردانية ونشر الإباحية وإشاعة الفاحشة وتغذية الإرهاب، مما يؤول إلى تعاظم الاحتقان الشعبي وضرب وحدة المجتمع والدولة والإساءة إلى تونس في انتمائها العربي والإسلامي وفي فضائها المغاربي والإقليمي، إضافة إلى النزعة الأحادية الانتقائية لهذا التقرير وادعاء الحق واحتكار المعرفة والتمترس بسلطة الدولة واختطاف مؤسساتها والسطو على إرادة الشعب والتغافل عن أولوياته الوطنية وقضاياه الجوهرية. وبناء عليه، فإننا نرفض ما جاء في تقرير لجنة الحريات والمساواة، ونطالب بسحبه وإلغائه انطلاقا مما ورد في الفصل الأول من دستور 27 جانفي 2014، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.